النائب محمد سليم قال وزير الإسكان أثناء زيارته لمحافظة القليوبية النهاردة أنها تعاني من كوارث وتلوث المياه، وأن مدينة قاع والقرى التابعة لها تعاني من تلوث في المياه، وده دفع لواء رضا فرحات محافظ القليوبية أنه يدخل ويقول أتحدى وجود أي تلوث للمية على أرض القليوبية، وأقوم بزيارات ميدانية لكافة مناطق القليوبية وبشرب من الحنفية في أي حتة على أرض القليوبية. معنا اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، أهلا بحضرتك معنا في مساء القاهرة سيادة المحافظ. وبداية، أنت فعلا بتشرب مية من الحنفية في محافظ القليوبية؟ يعني كلام النائب محمد سليم أنه يعني المية ملوثة، حضرتك مش خايف على نفسك؟ لا، بس مساء الخير اولا. فنور، اهلا بحضرتك. وانا بصحح بس، واللفظ نفسه اللي طلع من سيادة النائب هو يعني صححه بعد كده وقال، يعني هو يقصد ان المياه معكره، بتطلع معكره، وانا وضحت هذا الموضوع اولا، يعني تدخلت لاني حبيت اقول له لفظ مياه ملوثه دي ممكن يتفهم بشكل ما او باخر. نعم. معنى كلمه تلوث المياه اولا على الصعيد الصحي والبيئي لازم ينتج عنه اثار تبقى معلومه للكافه، يعني لازم في حالات بتتنقل مستشفيات، بيحصل امراض نتيجه اختلاط المياه اذا كان فيها اختلاط بصرف الصحه او ما شابه ذلك، وبالتالي هذه الامور كلها يمكن يعني ما عندناش اي رصد لهذا الموضوع على مستوى محافظه القليوبية. طب هي فعلا المياه معكره؟ في المياه بتنزل معكره في بعض المناطق، ويمكن ملحوظه القصه دي، يعني معكره يعني مبيضه شويه قصدك بتبقى؟ انا يعني هشرح لحضرتك، هشرح لحضرتك، اديني فرصتي اكمل مع حضرتك. اكيد، اتفضل حضرتك، بس عشان افهم يعني ايه معكره. محطه مياه اها، انا يمكن زرتها في اوائل فتره ما توليت، في شهر يمكن فبراير او مارس، اول ما جيت محافظه القليوبيه بعديها. وهناك عندنا محطه اسمها محطه العبادله في منطقه طوخ، دي بتعمل لها توسعه. التوسعه دي تخلص في منتصف 2017، تحل مشاكل المياه في مدينه اها. مدينه اها بتعاني انها لسه لغايه دلوقتي بتاخد المياه من جزء مياه سطحيه وجزء من المياه اللي هي الارتوازي اللي بتتعالج بالمعالجه بالحديد والمنجنيز، وبتعمل لها تنقيه بالكلور، وبيديها ده تغير لوني للمياه احيانا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عندنا مشكلة برضو ان بعض خطوط المية في محافظة القليوبية نتيجة كان في مشكلة يمكن قبل 2010 او 2011، قبل 25 يناير تحديدا، كان المحافظة كانت رافضة تسلم شركة المية انها تتولى ادارة امور المية زي الشركات القابضة، فبالتالي تأخرت شركة المياه القليوبية واصبحت شركة وليدة بقالها سنتين تقريبا شغالة، وبالتالي عندنا خطوط قديمة من اللي هي المواسير الاسبستوس اللي هي احيانا بتعمل نوع من الروافد في المية، ما هياش ضارة لكن بتعمل نتيجة ان الخطوط تبقى قديمة، فدي بنعالجها وبنعمل لها احلال وتجديد. عندنا مشكلة كمان ان بعض نتيجة نقص المياه في بعض المناطق، نتيجة قلة المياه اصلا في محافظة القليوبية، وبالتالي احنا بنفتح النهارده 13 محطة مية، وفي توسعة العبادلة هتحل مشكلة اها كلها. بيحصل نوع من دق الترمبات الحبشية، الترمبات الحبشية دي المفروض تدق على 40 متر، اللي بيحصل عملا ان الناس بيدقوا على 7 متر وبعدين يعملوا وصلة غير شرعية عشان يقوي مية الترمبة من المية بتاعت المحطة، فتعمل عقارة زيادة في الخطوط، فتنزل مية احيانا من الحنفية شكلها وحش. ولكن تحديدا انا يعني في كل بس المية دي اللي معكرة اللي حضرتك بتقول عليها صالحة للشرب، يعني لو 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 حد شربها مفيش مشكلة؟ انا بتكلم حضرتك اذا لم يحدث تعدي على الخطوط بهذا الشكل. نعم. اللي انا بشرحه لحضرتك يبقى ما فيهاش مشكلة، المية طالعة من المحطات سليمة جدا. انا شربت من حنفية سيرياوز، شربت من الكوز في البرادعة، والبرادعة طبعا حضراتكم تعلموا مشكلتها، ودايما يقولوا فيها اختلاط مية، كنت هناك وقلت لهم انا موجود، اي حد يروح يجيب لي اي مية جابوا اي مية، وشربت في اها نفسها، يعني يوم ما كنت في اها والناس قالوا لي جايبين لك مية من المعدنية وحطينا لك في كوباية، قلت لهم واحد كده راح جاب كوباية وجابها لي وشربت، واقول الحمد لله، يعني احنا وانا في اي مكان بكون موجود بيجيبوا لي شاي في عزا في واجب مناسبة، ما بسألش المايه جايه منين، يعني حتى انا حبيت ادلل هذا الكلام
ولكن هو سياده النائب محمد سليم طبعا مشكورا، هو حريص على الدايره وحريص على. طيب هو معانا دلوقتي سياده النائب محمد سليم، خليه حضرتك معانا يا ريت، وهينضم لنا النائب محمد سليم عضو مجلس النواب. سياده النائب اهلا بيك معانا، وايه موضوع تصريح حضرتك بشان المايه في محافظه القليوبيه؟ اهلا بيك استاذ انجي، واهلا بسياده المحافظ اللي هو رضا فرحات. بالفعل انا في اثناء تواجدي اليوم مع سياده اللواء رضا فرحات والسيد وزير الاسكان، كان في تصريحي ان هناك تلوث فيزيائي للمياه في محطه مياهها، وعندما اعترض السيد المحافظ رضا فرحات بان اوضح معنى كلمه تلوث حتى لا يختلط الامر على الـ يعني الحاضرين، فقمت بالتوضيح ان هذا تلوث فيزيائي من حيث شكل المية متغير يميل الى اللون البني. هو ممكن فعلا ما يأثرش على المدى الحالي السريع، لكن يأثر على المدى الطويل. يعني هي تلوث ولا المية معكرة؟ لا المية معكرة، بس هو في فرق ما بين التلوث ان المياه فيها بكتيريا وفيها طحالب تعمل يعني تيفويد، تعمل كوليرا، تعمل امراض متوطنه سريعه. وفي فرق ما بين تلوث شكلي او تلوث فيزيائي للمياه ناتج عن حاجتين، يا اما وجود بعض العيوب زي ما سياده المحافظ قال بمواسير الاسبستوس اللي بتوصل المياه من المحطه الى المنازل، او عيب في المرشحات. المرشحات دايما بتاعت شبكات المياه وبتاع محطات المياه بتتعمل من بتبقى عباره عن رمل ساند، احيانا ممكن يتسرب هذا الرمل ويخش في المواسير، فبيؤدي في النهايه الى ان لون المياه يتغير، وده عيب في تصنيع المحطه من المقاول اللي كان شغال فيها. فوضحنا هذا الكلام اليوم، ولكن سياده المحافظ طلبت منه ان هو النهارده برضه كان المفروض يعمل زياره سريعه، وهو زارها قبل كده وزارها النهارده كمان، وانا كنت موجود معاه والساده النواب مع السيد وزير الاسكان وزاروا المحطه، ويعني هناك تقرير سريع ان شاء الله بيعده سياده المحافظ والسيد الوزير لحل هذه المشكله سريعا لاهالينا في مدينه دهها. نعم. طيب رد حضرتك ايه يا سياده اللواء؟ لا هو مفيش خلاف طبعا مع سياده النائب، احنا قلنا ان مشكله دهها هتتحل بتوسيط ودي هتتاخر يعني بقول لك في منتصف 2019 حوالي سنه بس حل هذه المشكله. احنا مش سامعين حضرتك بوضوح يا سياده المحافظ. ايوه الخط بيقطع وانا مش قادره اسمع حضرتك كويس. بقول لحضرتك مفيش خلاف مع سياده النائب محمد سليم، ولكن احنا قلنا ان محط بالنسبه لها هتتحل مشكلتها في منتصف 2017 بدخول التوسعات بتاعت محطه العبادله، وهتغطي مدينه لها بالكامل، والمحطه اللي هي شغاله حاليا دي شغاله بمعالجه بالحديد والارتوازي، وبالتالي بيحصل تغير لوني في الميه شكلي وليس تغير يعني اطار صحيا، لانه بيطلع عينات المعمل مغطاه. تبقى اشكاليه التعدي على الخطوط من المواطنين او مواسير الاسبستوس، والاسبستوس دي خلاص احنا يمكن حلينا حوالي 80% منها، وباقي 20% كمان هيخلص مع نهايه هذا العام ان شاء الله او على منتصف العام اللي هي الخطه العام المالي بتكلم فيه اللي هو 16 17 يعني على شهر 7. فان شاء الله الامور كلها في سبيلها الى الحل، ودي كانت مشكلتها زي ما قلنا وضحنا ان شركه القليوبيه تاخرت كثيرا او المحافظه منذ فترات طويله تاخرت في تسليم اداره هذه المنظومه للشركات القابضه، فبالتالي ما كانتش بتاخد دعم كويس جدا. لكن المهندس مصطفى مدبولي النهارده عندنا ال 13 محطه اللي دخلوا الخدمه، عندنا محطات صرف صحي كتير جدا دخلت الخدمه معانا. احنا القليوبيه من المحافظات دلوقتي اللي على قمه المحافظات في تغطيه الكره بالنسبه للصرف الصحي. النهارده 31% ان شاء الله في 1/7/2017 هنصل الى 52%، احنا حابين نعرف
نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن اللي بيحصل في محافظه القليوبيه، يعني احنا بندعو حضرتك تكون موجود معانا مره في مساء القاهره. يعني ان شاء الله انا وعدت الاعداد عند حضرتك ان شاء الله بعد العيد مباشره هنكون مع حضرتك ان شاء الله في حلقه كويسه ان شاء الله، لان احنا يعني عندنا تساؤلات كثيره واكتر من ملف حابين حضرتك تكون معانا ونتكلم فيه ان شاء الله. بس بالنسبه للميه حضرتك بتقول ان الميه في القليوبيه ما فيهاش مشكله؟ لا، مفيش تلوث صحي او بكتيريا زي ما قال كابتن نايف محمد سليم. احيانا اذا كان في نسبه اللي هي المحطات الارتوازي بتعالج دي بالمرشحات وبيبقى فيها تغير لون الماء اصفر شويه، ولكن ليس مؤثر صحيا على اي حد، وبيطلع العينات من معمل مطابقه، ولو حصل عندنا اي شكوى بنبعت فورا نحلل ونتعامل مع الموقف يعني. لكن العقاره اللي بتنزل في الحنفيات دي طبعا لو نزلت بهذا الشكل يبقى في كسر في الخط او تعدي على الخط، ابتدي بننصح المواطنين ده بيبقى تراب وداخل عليه حاجات، فبنقول لهم ما تشربوش منها لغايه لما يحصل غسيل للشبكات. اشكرك شكرا جزيلا لواء رضا فرحات محافظ القليوبيه والنائب محمد سليم عضو مجلس النواب. خلونا نروح فاصل قصير نعود بعدها